دير انجينيرز، اليوم رح نكون مع اول محاضره بكورس السي اس اي اي تابس. من بعد ما خلصنا كورس السيف واللي هو شددنا انه لازم يكون اول ستيب باي دراسه لاي مشروع انه نحدد نحن سلاب تايب، الثيكنس للسلاب، اذا فيها دروب بيمز ولا لا. ليش؟ لانه كان السبب الاساسي هو انه لما بدي روح انا على برنامج الاي تابس بعرف انا شو السكوب اوف وورك بهيدا البرنامج، واللي هو الاناليسز والديزاين للفيرتيكال اليمنت، تشيك للسواي والدريفت اندر لاترال لودز، واعمل اكستراكت للريزلتس من الاي تابس واعمل له الامبورت على برنامج السيف مره تانية لحتى لاعمل ديزاين للفاونديشن سيستم. وبالتالي قلنا عطول لازم تكون اول ستيب انه حدد التايب اوف سلاب، الثيكنس للسلاب، والستركشرال كومبوننتس اللي بيتالف منهم هيدا السلاب سيستم. هلا بدوره الايتابس حنشتغل على مالتي ستوري بيلدينج، حنشتغل على مبنى مؤلف من 8 طوابق. الفرق هون انه حنشتغل على اركيتكتشرال بلان في البلانز لكل الطوابق، يعني نحن رح نروح من انه نبلش نحط الستركشرال سيستم وهي بتعتبر اهم ستيب as a structural engineer، انك تعرف شو الستركشرال سيستم اللي انت لازم تحطه. ليش؟ لانه we have to build a building to resist lateral forces mainly اللي هن الويند والارثكويك. يعني المفروض انت as a structural engineer تعرف شو هن الكرايتيريا اللي على اساسهم بتوزع الفيرتيكال element، ان كانوا columns, shear walls, moment resisting frame. هنتعرف كيف ممكن نستعمل المومنت ريزيستنج فريم تو ريزيست لاترال فورسز، قديش البري دايمنشنينج لهود الستراكشرال اليمنت اللي حكيناهم، يعني قديش لازم يكون طوله للشير وول، قديش المينيموم ثيكنس، وكيف بيتوزع along الهايت. حنروح نعمل تشيك فور سيرفيسابيليتي كونديشنز، يعني كيف نحن بالسلاب اول ستيب بنعملها هي تشيك فور ديفليكشن، بالبيلدينجز بنعمل تشيك فور سواي وتشيك فور دريفت، اذا كانوا اوكي we can proceed to design the vertical element اللي هن الكولومز والشير وولز. من بعد ما نخلص الديزاين فينا نعمل export للرياكشنز لحتى نعمل ديزاين للفاونديشن سيستم، واللي هي حتكون الكورس نمبر 3 من بعد ما نخلص كورس الايتابس. يعني انت كمهندس المفروض تمشي بهيدا السيكونس، تتعلم CSI safe to design reinforced concrete slabs، ترجع تشتغل على الايتابس to design the building الvertical element، بيرجع step number 3 انك تشتغل على CSI safe to design the foundation system. واكيد اذا ما بدنا نشتغل reinforced concrete slab we have to deal with a more sophisticated software اللي هو برنامج الادابت بيلدر. هلا حنشوف قدامنا الstructural الarchitectural plans لهيدا البيلدينج. عندي انا plan view وعندي section و elevation، عطول هودي المين فايلز اللي بيكونوا مبعوثين من الاركيتكتشرال انجينير. كيف حنقدر نقرا نحن الخرايط؟ كيف حنقدر to build الستركشرال سيستم تبعنا؟ عادة بيكون عاطينا levels كلهم سوا، بداية من الروف التيبيكال الفيرست الجي اف، واذا كان في عندي basement عادة الاركيتكت بيكون فارد general layout للvertical element كلهم عبارة عن columns. أكيد هيدا structural system هو prohibited بالمناطق اللي هي فيها high seismic zone، يعني ممنوع نحن البيلدينج بس يكون عبارة عن columns لأنه لازم يكون في more stiff element اللي هن shear walls. حنشوف كيف نقدر نوزعهم، حنشوف هود shear walls كيف نقدر نسقطهم من طابق لطابق لحتى لا ما يكون في عندي أي ضرر بالاركيتكتشرال لاي اوت، يعني ما في انا نزل وول بنص الصالون او بنص اوضه النوم، لازم حافظ على المعماري. بيرجع لازم حضر اناليتيكال بلان، الاناليتيكال بلان بعمله امبورت على الاي تابس اند وي كان جو فور اناليسز اند ديزاين. هلا حنروح عاده بنبلش بالطوابق اللي هي الاعلى، نعمل لاي اوت للفيرتيكال اليمنت، بنرجع بنعمل له سوبر بوزيشن على الطوابق اللي تحت. هلا as a structural engineer بدنا نفهم نقطة كتير كتير مهمة، واللي هي المعماري لما يرسم البلان
شو بيكون عم بيعمل، والستركشرال انجينير لما يرسم البلان كيف بيكون عم بيفكر. عطول مثل ما سبق واتفقنا انه بالنسبة للاركيتكتشرال انجينير، الاركيتكت شو بيعمل؟ اذا نحن عم نشتغل على هيدا الفلور فور اكزامبل، الاركيتكت بيقطع بنص الطابق وبيطلع نزول، بيطلع داون وورد. كرمال هيك اذا بنرجع نحن للاركيتكتشرال دروينجز بنشوفه شو بيرسم، فرنتشر، البواب، الشبابيك الى اخره. طيب انت از استراكشرال انجينير المفروض تقطع بنص الطابق ونطلع ابورد. شو السبب؟ لانه اذا انا كان المين كونسيرن لالي هي هيدي السلاب، انا بدي اشوف هيدي السلاب من هو السبورتنج سيستم لالها، يعني انا بدي اشوف مين الوولز اللي حاملينها، مين الكولومز اللي حاملينها، مش الكولومز اللي طالعين من هيدا الفلور. لانه ببعض الاحيان ممكن يكون الاركيتكت عامل بلانتد كولوم، يعني اعمده مزروعه على السقف. هيدا مين كونسبت بدنا ننتبه له كستراكشرال انجينير، انه اذا انا عم بشتغل على السلاب فور اكزامبل هيدي السلاب، انا بدي انتبه مين الفيرتيكال اليمنت اللي شايلين هيدي السلاب. يعني اذا انا بدي ارجع للدروينج، في حال كنت عم بشتغل على هيدا السلاب ليمت، بدي انزل على الطابق اللي تحته اخذ الفيرتيكال اليمنت. ليش؟ لانه الاركيتكت بيكون عم يرسم الفيرتيكال اليمنت اللي طالعين من هيدا السلاب اللي انا عم بشتغل عليه، مش اللي هني حاملينه. وهيدي نقطة ممكن تخرب الدنيا بالنسبة للمشروع اذا كان في عندك different layout من ال vertical element. هلا اذا كانوا ال vertical element من top roof لل foundation نزلين نفس ال layout، ما عندك مشكلة، لانه ال element ال vertical element اللي طالع من السلاب هو بذاته aligned مع ال vertical element اللي حامل هيدي السلاب. بس نحن ما بنمشي بهيدا الاسامبشن، لانه نحن منا متاكدين اذا عندي بلانتد ولا لا. وبالتالي هون عطول لما بكون عم بشتغل على اي فلور، بدي اتذكر انه الفيرتيكال اليمنت لازم يتاخذوا من الفلور اللي تحته. نحن بنرجع بنعيد شو هن الستراكشرال كومبوننتس اللي بيهمونا باي بلان. حنرجع نعرفهم كلايرز. عندي السلاب ليمت حسميها 30S slab limit، هأعطيها اللون الأزرق، وهأعطيها line weight حتى لنقدر نميزها عن layers اللي رسمه للأركيتكت 0.3، وهعرف 30S walls، وهعرف columns، هعرف voids، واخر شيء اس بيمز. هاعطي الوولز لون الاصفر او الماجنتا، اي واحد ما بيأثر، والكولومز كمان الماجنتا، وهاعطي لاين ويت اسمك من الباقيين 0.4، وهيدا حيكون كمان 0.4، والبيمز حنحطهم بالاخضر كمان هنعطيهم هيدا اللون، والفويدز هيكونوا بالأحمر، هنخفف اللاين ويت لإلهم. أوكي، هلا بالمبدأ أنا في عندي هودي الفايف كومبوننتس، الوولز والكولومز هيتاخدوا من البلان اللي تحت البلان اللي عم بشتغل عليه. يعني فرضا أنا عم بشتغل على التوب روف، هاخذ الفيرتيكال اليمنت من الفلور بيلو. طيب السلاب ليمت والفويدز هاخذهم من نفس الفلور. هيدي النقطه بدنا ننتبه لها. ليش؟ لانه انا عم بشتغل على هيدا الطابق، بدي الفويدز اللي فيه والسلاب ليمت تبعيته، بس الفيرتيكال اليمنت هاخذه من وين؟ من الطابق اللي تحته. بالنسبه للبيمز، البيمز قلنا نحن يفضل انه يكونوا embedded بالبارتيشن وول، يعني هاخد البارتيشن وول كمان من الطابق اللي تحته. يعني كل شيء vertical element
هيتاخدوا من الطابق اللي تحت، ان كانوا بارتيشن وولز حتى لا اعرف وين بدي احط البيمز، الكولومز والوولز والسلاب ليمت والفويدز بيتاخدوا من الطابق اللي انت عم تشتغل عليه. من بعد ما وضحنا هيدي النقطة، هلأ صار فينا نبلش رسم. هلأ لحتى لنسهل على حالنا موضوع الرسم، الأفضل يكونوا هودي البلان فيو spaced at a على equal interval. يعني إذا أنا بدي أنقل شغلة من هيدا البلان لهيدا البلان يكون مثلا at a distance 50 أو 100، عطول ناخد reference point. هي شيء ما بيتغير بالمشروع، الشيء اللي ما بيتغير بالمشروع هو الأكسيز. يعني الأكسيز عطول هن بذاتهم بيكونوا المفروض يكون نفس الأكس متكرر على كل الطوابق. يعني أنا حأخذ reference point هو الانترسكشن لأي two axes. هلأ إذا منلاحظ أنا في عندي هون الأكسيز H و15 متكرر بكل البلانز أكيد، يعني حأخذه أنا كreference point بالنسبة لإلي. شو السبب بدي أخذ same reference point؟ لحتى لا يكون البيلدينج كله سوا بالنسبة لإلي aligned. يعني أنت مش عم ترسم column هون بيسقط بمحل تاني هون. حأرسم أنا line من هيدا الانترسكشن وحقل له offset وليكن 100، أو خلينا نشوف 50 إذا بيزبط offset 50. هيك حأعمل أنا move لهيدي الخريطة من هيدا الانترسكشن لهيدي البوينت حتى لنكون متأكدين انه كل الستركتشر تبعي aligned، وحقول له move نفس الموضوع لهيدا البلان من الانترسكشن للأكسيز لهيدي البوينت. هيك بنكون تأكدنا انه كل هودي البلانز هن aligned. هذا الكادر البراني الاكسترنال ما بيهمنا، فينا نمحي، وحتى الكونستراكشن لاينز اللي استعملناهم كمان فينا نمحيهم. هلا بالاخير اكيد حنرجع ننظف هودي الخرايط كلهم سوا از كل ما نمشي بهيدا المشروع. هلا نحن حنبلش بالتوب روف، حروح اوقف على اللاير اللي هي اس سلاب وحقول له ضوي لاين ويت لحتى لنشوفهم. حقول له بي ال بولي لاين، عطول اخر خط بيرسمه الاركيتكت هو بالنسبة لإلي السلاب ليمت. هقول له بي ال بولي لاين. هلا اول ما نرسم هذا الخط بنلاحظ انه كأنه في عنده هذا الخط ويت، هعمل ايريس. هقول له بي ال بولي لاين، هعمل ستارت. في هون شيء اسمه الويت، هحطه قديش؟ زيرو. انا ما بدي يكون في الويت هيدا الخط. حقول له بولي لاين، حامشي على الاوتر كونتور لهيدي السلاب، حامشي على الاكسترنال كونتور لهيدا البلان. هلا هون بنكون رسمنا سلاب ليميت. اكيد يعني عاده ما بيكون في فويدز بقلب الروف فلور اللي هو السطح. هلا هون عادة ممكن نوصل الفويد اللي هي بتكون كملة من تحت، ممكن توصل للتوب روف، بس اكيد بتكون مغطاية بهيدي الحالة اللي هون. هلا بنرجع بنراجع الموضوع اذا هيدي الاوبننج حتكمل معي للسطح ولا لا. هلا التوب روف اكيد بس حاخد السلاب ليمت. هلا حننزل على الفلور اللي تحت، حنروح نرسم الفيرتيكال element اللي مبلش فيهن المعماري. الشيء اللي كتير واضح وأكيد ما بيقطع معك as structural engineer إنه السيستم اللي مستعمله هيدا الاركيتكت مع إنه منه شغلته بس على القليل يعطيك general layout، هو cantilever column system. اسمه cantilever column system هو vertical element بتعتمد بس على الكولومز، ما في أي shear wall. وقلنا هيدا السيستم هو prohibited بالمناطق النشيطة زلزالياً. نحن عدد الطوابق هو number of floors اللي عندي ايه، number of slabs عندي 1 2 3 4 5 والtop roof، يعني عندي 6 floors. نحن حنشتغل على 8 floors، حنزيد 2 as typical floors.
هلا شو الكرايتيريا اللي بنعتمد عليها لحتى لنحن نهيئ هيدا الستراكشر تو ريزيست لاترال فورسز؟ اول شيء لازم نوزع الشير وولز ونعتمد على الكولومز اللي هو الاركيتكت حاططهم. كما هيك عاده يفضل انه نبلش بالشغلات اللي هو حاططها الاركيتكت as a general layout، بس بالمحلات اللي نحن بنشوف انه ما لنا راضيين عن هيدا الموضوع اكيد بنرجع بنغير هيدا الكولوم، يا اما بنلغيه يا اما بنزيد بالمحلات اللي نحن بنشوفها مناسبه. هلا الكرايتيريا الاولى اللي بدنا نبلش فيها واللي هي اهم كرايتيريا، انه الافضل بالنسبة لك as structural engineer انه الشير وولز يكونوا على الاوتر بيريفري لهيدا الستركتشر. كل ما كانوا على الاوتر بيريفري عندهم ليفر ارم كبيرة، يعني انت اذا عادة بدك تبرم اي ديركسيون اللي هو اي جسم بدك تعمل له روتيشن، عطول بتمسكه من الاطراف تبعيته وبتعرضه لمومنت، اكيد انت ما حتوقف بالنص وتعمل له روتيشن. يعني كل ما كبر الليفر ارم، الليفر ارم هو الديستانس بين تو فورسز تنشن كومبريشن، او اللي هو الكابل اوف فورسز. افضل محل بالنسبه لك انه يكون على الاوتر بيريفري لهيدا البيلدينج، اكيد بالاكس وبالواي دايركشن. تاني كرايتيريا، بدنا نحاول قد ما فينا نحقق السيمتري. يعني اذا انا بحط وول على الشمال، الأفضل أنه حط وول على اليمين، وحنقول شو السبب بعدين، حنكمل بالستابس الباقيين. يعني أول كريتيريا هو شير وولز لأنه هو الستيف ألمنت بهيدا الستركتشر اللي هو حيأمن الستابيليتي أندر لاترال لود، الأفضل يكون على الأوتر بيريفري. تاني شغلة، لازم حقق السيمتري بهيدا الستركتشر، يعني لفت تقريبا هو بذاته الرايت، حتى لو كان الشكل تبع البيلدينج منه سيمتري بالاكس وبالواي. هلا اذا بنطلع على هيدا الشيب بنلاقي انه في عندي اكس اوف سيمتري هو الواي، بس الاكس اكسيز منه اكس اوف سيمتري، يعني البارت من البيلدينج اللي فوق غير البارت البيلدينج من تحت. بس هيدا كشيب، بس كفيرتيكال اليمنت على طول لازم يكون في عندي فيرتيكال اليمنت على الاوتر بيريفري. هلا جوا في اعتمد انا على الكولومز از gravity load system، يعني هن اللي منهم بينتقل اللود من السلابس للكولومز. هلا النقطة الثانية، إذا أنا بدي روح أرسم للوولز، قديش البريليمينري دايمنشن للوول؟ عادة بعض الكودز بتفرض مينيموم لانث للوول، ونحن كبيزك assumption قلنا إنه المينيموم لانث لأي شير وول هو 5 مرات الثيكنس لإله، وقلنا نحن انه المينيموم ثيكنس للشير وول هي 25 سنتي. يعني اذا انا بدي ارسم ريكتانجل حقول له دي انتر 0.25 1.25، يعني المينيموم دايمنشن لاي شير وول هو ثيكنس 25 سنتي وطول 1.25. في بعض الكودز بتفرض انه المينيموم لانكس بيكون 1.5. يعني انت كانجينير عم تشتغل على بيلدينج ارتفاعه 3 طوابق او 4 طوابق، لازم تشتغل على مينيموم دايمنشنز للشير وول هن 25 سنتي ب متر ونص. هلا بالنسبه للثيكنس، براكتيكلي نعرف نحن انه اللودز كل ما نطلع بالبيلدينج لفوق عم بيخف اللود عطول. المين سبورتنج سيستم الهيفي لودد وول بيكون اللي هو على البيز لانه شايل كل الطوابق اللي فوقه. براكتيكلي عاده بنروح من 3 طوابق لاربع طوابق بنغير الثيكنس، يعني اول 3 طوابق من فوق بنمشي فيهم 25 سنتي، نرجع كل 3 طوابق تحتهم بنزيد 5 سنتي. بما انه نحن قلنا تقريبا عندي 8 فلورز، يعني انا اول شيء حبلش ب 25 اول 4 طوابق، الطوابق اللي تحتهم حيكونوا 30. هيدي شباب نرجع منذكر كبيزك assumption preliminary dimension منبلش فيها. هلا النقطة التانية بتصير length. length حسب ارتفاع البيلدينج، ما فيك تقلي انه شير وول طوله متر ونص بيقدر يتحمل ارتفاع مبنى مثلا 30 متر، او مثلا مبنى هو عبارة عن 10 طوابق ارتفاع الطابق approximately مثلا 3 متر، اكيد حيكون very weak element.
طيب شو الاسامبشن اللي بنقدر نبلش منه لحتى اعرف طوله لهيدا الوول؟ طيب تاني بيزك اسامبشن نحن فينا نستعملها. اول وحده قلنا انه المينيموم ثيكنس لهيدا الوول 25 سنتي، مينيموم لينث له متر ونص. طيب السكند بيزك اسامبشن اللي فينا نستعملها لحتى نحدد هيدا الطول هو ارتفاع المبنى. نحن بنعرف انه البيلدينج بيشبه نوعا ما الفيرتيكال كانتيليفر، انه هو فيكس ات بيز على الفاونديشن ليفل وفري ات توب، يعني هو فلتان من فوق، يعني بيشبه الفيرتيكال كانتيليفر. واذا بنرجع نحن للكود الار سي، اذا كان بدي احدد انا بريليمينري ثيكنس للبيم كنا نقسم طول البيم على 10. نفس الموضوع بيتطبق على البيلدينج، انا هون حاقسم البيلدينج هايت على 10. اذا انا بروح على الاليفيشن فيو او السكشن فيو اللي يعطيني اياها الاركيتكت، بروح بشوف انه ارتفاع المبنى هو 18 متر ونص. اذا بقسم 18 متر ونص على 10 يعني طول الوول 1.85 متر. يعني هلا انا اول واحد كان عندي متر ونص، هلا ثاني واحد صار عندي 25 ب 1.85. طيب بعد بدي انا كرايتيريا تعطيني اكثر sense of engineering، يعني انا بدي اشوف in terms of capacity لهيدا الوول. شو معناته؟ اوكي هيك بنكون قلنا التو كرايتيريز اللي بدنا نمشي عليهم. اول وحده اللي هي المينيموم هو متر ونص ب 25 سنتي، ثاني وحده ارتفاع المبنى على 10، واخر كرايتيريا وهي الاهم اذا بنروح نحن على الديتيل لهيدا الوول، منلاحظ انه بعض الوولز بيكون توزيع الحديد فيهم يونيفورم. يونيفورم معناته at equal spacing along كل طوله لهيدا الوول. وتاني نوع هو الوولز مع boundary zone، يعني اذا منلاحظ هيدا الوول في boundary zones، يعني بتكون كأنه في عندي أنا embedded column، كأنه في عندي عمود مخفي بقلب الوول، في عندي تكسيف للحديد هون. والordinary reinforcement أو اللي بنسميه uniform reinforcement بيكون التوزيع على كل طوله للوول بطريقة uniform. هلأ أكيد الأفضل أنه نحن نقدر نسلح الوول مع boundary zone. شو السبب؟ السبب هو أنه وجود boundary zone بيعمل enhancement للفلكشرال كاباسيتي. يعني اكيد اذا عندي انا نفس الوول، هيدا الوول بالسيم دايمنشن، مره سلحته بطريقه مع باوندري زون ومره سلحته وزعت الرينفورسمنت فيه بطريقه يونيفورم، اكيد الوول مع باوندري زون الكاباسيتي له ماتش هاير ذان الوول وذ يونيفورم رينفورسمنت. هلا كيف انا بدي اقدر احدد الدايمنشنز للباوندري زون؟ according للكود الباوندري زون عادة بتكون الدايمنشنز لها من 0.15 ل 0.3 من طول الوول، يعني من 15% ل 30% من طول الوول. طب انا بعدني الطول ما عندي. طيب المينيموم دايمنشنز بالنسبة للباوندري زون هو الثيكنس ب 2 تايمز الثيكنس، يعني هون اذا عندي انا سماكة الحيط 30، المينيموم باوندري زون دايمنشنز حتكون 60 سنتي. يعني صار عندي انا 60 يمين و60 شمال، صار عندي 2 باوندري زون. هلا اليونيفورم زون او اللي بنسميها الميد زون بهيدا الوول، وي كان اسيوم انه المينيموم لانكس لها هو المينيموم لانكس للوول العادي اللي نحن سبق وحكينا انه هو متر و25. هلا اذا بنرجع نحن للكيس اللي عندنا اياها بالمشروع اللي عندنا اياه، بما انه قلنا الوول حيكون اول اربع طوابق 25 سنتي والاربع طوابق الباقيين اللي تحت 30 سنتي، يعني الباوندري زون عندي اياها 60 يمين و60 شمال، صار عندي متر و20. وعندنا الباوندري زون اللي هي عندي الزون اللي هي بالميد زون للوول حتكون مينيموم 1.25، حيكون عندي المينيموم لانكث لهيدا الوول 2.25. يعني اذا بنرجع نحن تدريجيا للتدريج اللي مشينا فيه، اول شيء قلنا ريكتانجل عنده دايمنشن 0.25 ب 1.5، رجعنا قلنا ريكتانجل عنده دايمنشن 0.25 ب 1.8
8.5 اللي هو ارتفاع المبنى على 10، واخر وحدة حنقول dimension wall عنده dimensions 0.25 او 0.3، لانه قلنا نحن الباوندري زون حتكون according للثيكنس ب 2.25. هلا الافضل انه نطلع فيه ل 2.5، هيدي ك preliminary dimension بالنسبه لهيدا الوول. بالاخير اللي بيحدد صحه الاسامبشنز اللي نحن بلشنا فيها هو الاناليسز، check for sway, check for drift، واخر شيء اكيد الديزاين اللي هو على اساسه بنقدر نطلع البرسنتج اوف رينفورسمنت. يعني هلا نحن قلنا الوول اللي حبلش فيه حيكون مترين ونص ب 25 ومترين ونص ب 30 بالطوابق اللي تحت. هلا والكرايتيريا اللي قلنا حنبلش فيها هي عطول الكولومز والوولز لازم يكونوا وين على الاوتر بيريفري لهيدا الستراكشر. حوقف انا على الاس وولز، حقول له ار اي سي ريكتانجل دايمنشن 0.25 ب 2.5، حقول له موف من هيدي النقطه لهيدي النقطه. قلنا الافضل شباب انه يكون هيدا الوول على الاوتر بيريفري، واكيد لازم يكون بمحل يكون فيه بارتيشن وول، اكيد ما حنحطه بمحل يكون فيه شباك. والافضل طيب هلا هون واحد بيقول طب انه فينا نحطه باللوكيشن اللي فوق ولا باللوكيشن اللي تحت، هيدي بيكون مثل جنرال لاي اوت، اهم شيء انت ما تضرب المعماري. هلا هون في بما انه في عندي باب استحسننا انه نحطه على هيدا السايد من البيلدينج تحت على الكورنر، اكيد فيك تقدمه لقدام ما في اي مشكله. طيب بالنسبه للنمبر اوف شير وولز، كمان مش بهمني انا بس الدايمنشنز، بهمني عدد الشير وولز بهيدا الستراكشر. شباب مينيموم لازم يكون انا عندي على كل واجهه سيبرت وول واحد. لاحظوا انا ما عندي هون الفساد لهيدا البيلدينج منا خط جالس. اذا كانت الفساد لهيدا البيلدينج خط جالس وعندي الدايمنشنز فوق ال 20 ل 25 متر لازم يكون في عندي 3 وولز. بس هون انا عندي ديفرنت فسادات لهيدا البيلدينج منن الايند، يعني انا على كل واجهه بدي احط وول. حاخذ كوبي منه لهيدا الوول، حنرجع الاوبجكت سناب كلهم سوا. حاخذ مثلا من الميد بوينت هون فينا نحطه على على الميد بوينت لهيدا، وحاعمل له موف لجوا. واكيد فيك تحطه مع هيدا الكولوم، يعني هون هيدا اللاي اوت مستحيل كل المهندسين يطلعوا بنفس اللاي اوت، بس اكيد معظم بيكونوا صح. يعني بما انه المعماري هو حاطط لي هون كولوم، انا حقدر فوت بهيدا الوول على الاوتر بيريفير لهيدا ستراكشر ببارتيشن وول، اكيد اكيد ما يكون في عندي شبابيك هون. حارجع اخذ كمان كوبي منه للواجهه الاخرانيه اللي هي هيدي الفساد اللي هون، كمان كوبي على الكورنر. هيدا نفس الموضوع حيتكرر وين على الفساد اللي فوق. اوكي هون كمان عندي واجهه. هلا واحد بيقول مش شرط انه دلني انا عم بستعمل نفس الدايمنشنز، ممكن هودي الدايمنشنز يكونوا فاريبل. حقول له كوبي لهيدي المنطقه اللي هون، يعني هون ممكن مثلا بما انه انا اعداد الوولز اللي عندي اربعه على نفس الواجهه، ممكن انزل لوول الدايمنشنز له 2 مترز بهيدي الحاله هون، لانه صار عندي وول 2 3 4 على هيدي الواجهه، صار في انا انزل ل 2 متر. يعني حاعمل انا ستريتش لهيدا الوول بما انه هو مترين ونص، حانزل فيه نص متر، وهيدا الوول نفس الموضوع حانزل فيه نص متر، نفس الموضوع للوولز الباقيين. وبحاله كان في عندي انا less number of walls اكيد بصير بضطر كبر dimensions. هلا انا صار فيه له select similar، نقل اربعة، حقل له mirror control right click mid between two points، هيدي النقطة وهيدي النقطة،
شرط انه يكون الواي هو اكسس اوف سيمتري. اذا بنلاحظ هو اكيد اكسس اوف سيمتري، بس الاكس دايركشن منه اكسس اوف سيمتري. هلا دائرنا وزع على الاوتر بيريفري يمين وشمال المبنى، هلا بدنا نشوف البوتوم فساد والتوب فساد لهيدا الستراكشر. هلا نروح على الفساد الثانية. هنشوف هلا واحدة من المشاكل اللي حنواجهها هون انه صار في عندي مثل دورز واوبننجز اللي هن الشبابك، بس اكيد نحن على طول حنشتغل على المحلات اللي فيها بارتيشن وولز، يعني على طول حنخفي الحيطان والاعمده بالمحلات اللي فيها بارتيشن وولز. هلا حنشوف هون في عندي انا بارتيشن وول وهون في عندي بارتيشن وول، هقول له دي اي ديستانس من هون لهون في عندي مترين، يعني اول شير وول بيقعد برياحه بهيدي الزون اللي هون، هقول له ار اي سي ريكتانجل دايمنشن 0 عندي 2 ب 0.25 وهقول له موف من هيدي الكورنر لهيدي الكورنر. هيدي بالنسبة لهيدا الكولوم اللي هون لهيدا الوول. بنفس المحل كمان هقول له ميرور كنترول رايت كليك ميد بتوين تو بوينتس من هون لهون، هيدا قاعد الوول الثاني. ما في يحط اكثر من تو وولز على هيدي الفساد كلها سوا لانه فوق صار في عندي انا شباك. هلا بنشوف كيف نقدر نعالج المشكلة هون. هلا حننزل على الفساد الثاني اللي هون، هقيس كمان دي اي من هون لهون قديش عندي. عندي متر و90، متر و90 اقل من البيزك اسامبشن تبعنا. هلا في هون عندي وجهه نظر بالنسبه للاركيتكت، هون وجهه ازاز ما في اتحكم فيها، بس هون انا في عندي شباك. هون حنعمل ريفيجن كلاود بالنسبه للاركيتكت، حنقول له انه هيدا الشباك إذا في مجال نزيحه ولو 10 سنتي 20 سنتي على القليل يكون على المد لهيدي الفساد، ساعتها أنا برياحة بقدر حط وول على هيدا الفيس. هلا نحن وي أسيوم إنه مش الحال مع الأركيتكت لأنه ما حتعمل أي مشاكل بالنسبة له الأركيتكت إنه يزيح الشباك على المد سبان لهيدي الفساد. هقول له REC Rectangle Dimension 2 ب 0.25 كمان هقول له موف من هيدي الزاويه لهيدي الزاويه لانه نحن ثبتنا الميل اليمين وحنتحرك بالميل الشمال. اكيد فينا نطلب من الاركيتكت انه يزيح هيدا الشباك بهيدي المسافه، اكيد ما عندنا اي ضرر من الناحيه المعماريه. هلا في عندي بعد هيدي الفساد اللي هون وعندي هيدي الفساد اللي هون، هقول له ميرور Control right click mid between two points. هقول له ميرور لهيدا الخط لهيدا الوول، انتر Control right click mid between two points وهذه الخطين، انتر صار عندي الوول هون. هلا بعد في عندي هيدي الواجهه اللي هون. هلا اذا من ايس هيدا الوول هقول له دي اي من هون لهون، بنلاحظ انه عندي اياه تقريبا متر وعشرة، يعني هو ما بيوافق المواصفات تبعت. اول اوبشن اكيد فينا نطلب من الاركيتكت انه هيدا الباب يزيح على النص. هلا الاركيتكت ممكن يوافق معك وممكن لا. فرضا اذا قلنا نحن موف لهيدا الباب من المد تبعه للمد لهيدي السبان اللي هي من هون لهون، اذا من ايس قديش في عندي انا كمان حقول له حاعمل اريس وحقول له ميرور اراوند هيدا الاكسيز، حقول له دي اي من وجه الباب لوجه الباب صار في عندي متر و80. ممكن يقطع معنا متر و80 مش غلط. طيب على فرض انه الاركيتكت ما مشي معنا بهيدا الاسامبشن، شو السوليوشن اللي فينا نروح له؟ صار فينا نعمل شباب هون مثل coupling system. شو معناتها coupling system؟ يعني انا ححط هون vertical element وححط هون vertical element وححط على هيدي البارتيشن وول فيس vertical element، بس حاعمل connection لهودي الثلاثة element ب coupling beam او drop beam. هي عندها equivalent stiffness
لوول. يعني إذا أنا برسم شيء قريب للوول هون، كولوم وكولوم بالنص وكولوم على الطرف، بس ما حأتركهم أنا كل واحد عم بيشتغل بطريقة سيبارت individual، لا حاجمعهم بشيء اسمه coupling beam. coupling beam من coupling اللي هي عم بيجمع او عم بيوحد البيهيفير لهم. هلا قديش الدايمنشنز لهيدا الالمنت اللي هون؟ فيك تستفيد من كل طول البارتيشن. يعني هون انا عندي متر و4 وهون بالنص عندي متر و10، في استفيد من هيدا طول البارتيشن وول كله سوا. اذا انا رجعت عملت دي اي من هون لهون عندي طول الوول متر و40.